زي ما احنا متعودين دايما بنبدا اولى فقراتنا بالفقره الاخباريه. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع، الاجتماع ده تابع من خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسيه في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء هذا الاجتماع بدعم إضافي لمبادرة وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة بقدر أو بمقدار بيقدر ب 600 مليون جنيه، بالإضافة لتقديم حزم تحفيزية للأطباء، كمان دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية وزيادة عدد الباحثين العلميين مع انتقالهم بشكل مهني على أعلى مستوى من خلال هذا المتابعة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع سواء كان القطاع الطبي أو أيضا التعليمي. تعالوا نتابع هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي، حيث وجه السيد الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به، لا سيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن معدل تلقي التطعيمات والمتوفر حالياً من جرعات إضافية من اللقاحات. كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة 100 مليون صحة، وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية، والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتي تم من خلالها إجراء حوالي 1,200,000 جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن 11,600,000,000 جنيه من خلال 477 مستشفى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالتأثير والمردود المباشر لهذه المبادرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين. كما وجه السيد الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس سي من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصة في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، خاصة وأن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم. كما تابع السيد الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج أورام الثدي، وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه. وتم أيضاً عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة، فضلاً عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها،
حيث وجه السيد الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها، بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض أيضاً جهود تطوير منظومة البحث العلمي ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد الباحثين العلميين المؤهلين، وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة. كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية التكنولوجيا المستقبلية 2050، والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظراً لأهميتها، خاصة ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها نظراً لأهميتها، فضلاً عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين. وعرض السيد وزير التعليم العالي أيضاً مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة، خاصة الأكاديمية الوطنية للرياضيات ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من هذه المصاريف، مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين. قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث في محافظة الوادي الجديد ومحافظة بورسعيد، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، أبرزها ما حدث في مدينة العالمين في اجتماع مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء. كان في توجيه، هذا التوجيه كان بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة اللي العالم كله بيشهدها دلوقتي. يمكن كان توجيه دكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة هتبدأ بنفسها من خلال توفير الطاقة في الكهربائية في المباني الحكومية والمباني اللي تحت الإنشاء، لأن توفير الطاقة هينعكس على تصدير الغاز، وبالتالي تقدر الدولة اللي هي تدخل تقريبا 450 مليون دولار شهريا. كمان كان في هذا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر مدينة العالمين الجديدة، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. وجه رئيس الوزراء بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل ما يشهده العالم من أزمة حالياً، وقال كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حالياً في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره. وقال كمان إنه الترشيد ده ممكن نستفيد منه كل شهر 450 مليون دولار قيمة تصدير الغاز اللي هيتم توفير استهلاكه. كمان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية. البروتوكول ده هدفه إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية. امبارح برضه شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهدف توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.
أيضا امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة هاير سمارت هوم كوربوريشن الصينية، واللي هيتم من خلاله إنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية ليها على مساحة 200,000 متر مربع في مدينة العاشر من رمضان بإجمالي استثمارات حوالي 130 مليون دولار. المشروع الجديد هيساهم في تعزيز الصناعات المصرية من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل ل 60%. وزارة الداخلية أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي بحد أدنى 60% وما تقلش نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%. هتقدم للقطاع الطبي في مصر، أطباء وأطقم تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. مصر عليها العين. منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف، في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية، أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل، بخاصة في مجالي التمريض والطوارئ والرعاية العاجلة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 و2022 للإناث بحد أدنى 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%. مدة الدراسة بالمعاهد عامان، يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة معاون أمن ثالث يترقى بعدها في الدرجات المختلفة. الطالب يقضي 3 أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس حتى الخميس الموافق 8 سبتمبر بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 أغسطس حتى الأحد 11 سبتمبر بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر. نروح دلوقتي لجولة المحافظات، معنا النهاردة فيها مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، منها تدشين القوافل الطبية المجانية في 6 قرى بمحافظة دمياط وإنشاء 7 أسواق حضارية ضمن مبادرة حياة كريمة في القليوبية، بالإضافة لتخفيض درجات القبول بالثانوية العامة إلى 225 درجة في محافظة البحيرة، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي وصلت فيها نسبة تنفيذ أعمال الرصف اللي بتتم في 24 شارع بحي غرب حوالي 80%، وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على سرعة استكمال أعمال الرصف في جميع الشوارع اللي من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية السنة دي، وأكد كمان على رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة
استجابة لمطالب أهالي الإسكندرية. امبارح التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالأم المثالية الأولى حياة إبراهيم مغنم وسلمها هدية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي نوط الكمال من الدرجة الثانية، وكمان تم منحها شهادة تقدير من المحافظة. في دمياط أعلنت مديرية الصحة عن تدشين عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر أغسطس واللي بتستهدف 6 قرى ومدن بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ وفرسكور، وده تيسيراً على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات. وفي الفيوم أعلن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من 14 مشروع لرصف الطرق وتركيب الأنترلوك بمدينة سنورس والقرى التابعة للمركز، وده ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بقيمة 37 مليون و50 ألف جنيه علشان تجويد شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين وتوفير الوقت والجهد. في البحيرة قرر المحافظ اللواء هشام أمنة خفض درجات تنسيق القبول في أولى ثانوي عام للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة بدلاً من 235 درجة، وده لجميع مدارس الثانوي العام بجميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. في الأليوبية عقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان اجتماع تنسيقي للبدء في إنشاء 7 أسواق حضارية بقرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. القرى اللي هيتعمل فيها الأسواق الحضارية هي طحوريا، نوى، الأحراز، المريج، منشأة الكرام، القشيش وطحا. في أسوان اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز عملت معاينة لبيت العقاد بأسوان لسرعة التدخل العاجل من أجل ترميم وتدعيم المبنى باعتباره قيمة تاريخية مهمة ودراسة مدى إمكانية تحويل الدور الأرضي لمتحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح لرواد ومحبي التراث والثقافة والفكر والأدب. في المنيا أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم فحص 7983 سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وده خلال شهر يوليو اللي فات، وبكده بيصل إجمالي عدد السيدات اللي تم توقيع الكشف الطبي عليهم 975,452 سيدة منذ انطلاق المبادرة ولحد دلوقتي. في الأقصر انتهى المجلس الأعلى للآثار من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربي، وأعمال الترميم تمت بأيادي مصرية خالصة من مرممي المجلس الأعلى للآثار، وشملت إزالة الاتساخات ومظاهر التلف اللي أحدثتها عوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن وظهور الألوان الأصلية للمقصورة.